أهم حاجة في أعمال القتلة المتسلسلين سواء فيلم أو مسلسل هو الدافع، لأن أنت أول سؤال بتسأله كمشاهد هو ليه بيعمل كده؟ إيه اللي خلاه يوصل للمرحلة دي؟ إيه اللي خلاه يوصل لمرحلة القسوة وإن قلبه يموت للدرجة دي إن هو يقتل روح؟ عشان كده دايماً في الدراما وفي الأعمال دي بيلعبوا على الدافع ده، يخلوك نوعاً ما ممكن توصل لمرحلة إنك تتعاطف معاه، وطبعاً ده بيختلف بقى من سفاح لآخر حسب نوع الدافع، والمسلسلات والأفلام كتيرة جداً حول الموضوع ده ودوافع مختلفة بإبراز مختلف للدافع، فمهم جدا في الأعمال دي اللي انت تبرز لي الدافع، لأنه هو يعتبر رقم واحد في نجاح أي عمل بيتكلم عن سيريال كيرر أو سفاح أو قاتل متسلسل. سفاح الجيزة واحد من أهم المسلسلات ومن أكتر المسلسلات المنتظرة في مصر في الفترة الأخيرة، بينزل لنا منه حلقتين وحلقتين رائعتين جدا هنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة. هنتكلم عن انطباع أول، وهل يا ترى المسلسل يعني على قدر كبير من التوقعات بتاعتنا وقد التوقعات ولا لا من الحلقتين الاولانيين. بس قبل ما ندخل بقى في الحلقه، يا ريت لو انت مش مشترك تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده لما تنزل، وتابعني برضو على الانستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك، ويلا بينا ندخل في حلقتنا النهارده. مسلسل سفاح الجيزة من بطولة أحمد فهمي وباسم سمرة، وبيتكلم عن سفاح الجيزة أكيد يعني مستوحى من قصة حقيقية، ودي حاجة كويسة. مش حاجة كويسة طبعا بالنسبة للقتل، لا، إن هو مسلسل بيتكلم عن حاجة حقيقية، حاجة حصلت، فده نوعا ما بيديك أنت كمشاهد انطباع إن مش هيبقى فيه خيال في الموضوع، لا، إن كل حاجة حصلت، وفي نفس الوقت من ناحية الرعب فأنت هتبقى قاعد مرعوب، وهل فعلا الأحداث دي حصلت بجد ولا لا. المسلسل يا جماعة أنا متوقع من أحمد فهمي. أحمد فهمي معروف بأدواره يعني ككوميدية أو كأدوار عادية خالص، كأدوار أكشن اللي هو عملها عادي، ممثل بالنسبة لي ممثل عادي، يعني مش اللي هو الممثل الواو، أو لحد دلوقتي ما شفتلوش الدور الواو القوي اللي يقدر إن أنا أقول عليه ده ممثل متميز، لا، هو أدواره عادية، ممثل مش وحش مش بعيب فيه أبدا، لا، بس زي ما قلت كان لسه مفتقد الدور اللي قال عليه مميز، واظن حان الوقت ان احنا نقول عليه الدور ده. يعني المسلسل بيتكلم عن واحد عادي جدا، الشخص ده طيب محبوب من اهل الحته بتوعه، مع ليه امه بر بامه بتطلبه بيروح لها، الحته كلها بتحبه، بيساعد الحته كلها، وما يبانش عليه خالص اي حاجه. وهنا يجي الرعب، ويجي برضو يعني التفوق الكبير جدا لاحمد فهمي كتمثيل وكاداء تمثيلي. الرعب هنا ان انت واحد عايش معاك طبيعي جدا، بتشكر فيه، كل الناس بتشكر فيه، كل الناس بتحبه، مش باين عليه اي حاجة خالص، ببرود تام ومتناهي يدخل يتكلم مع والدته ان على الناس في الشارع، وهو في الحقيقة سفاح وقاتل وبيقتل، ويعني بيقتل بدم بارد، سفاح الجيزة بدم بارد زي ما مكتوب بالضبط في عنوان المسلسل. فده هنا الرعب، وفي نفس الوقت جانب التميز، ان انت حد بارد خالص جدا جدا كده، بس هو في الناحية التانية قاتل متسلسل بدم بارد. وهنا أداء أحمد فهمي اللي أقدر أقول عليه متميز وبشكل كبير، من أول حلقتين بس خطفني بأدائه. زي ما قلت هو ممثل كبير وممثل لأدوار كبيرة، ويعتبر من النجوم يعني نقدر نقول عليهم صف أول يعني في الوقت الحالي من كثرة أعماله، مثلا نقدر نقول كده، أو في أواخر النجوم اللي الصف أول يعني. بس زي ما قلت العمل ده متميز ليك، أداء ليه أداء مختلف عن أداءاته اللي أنا شفتها، أول مرة أشوف أحمد فهمي بالأداء ده. وزي ما قلت أنا من الصورة ومن الإعلان توقعت إن أنا هشوف أداء بارد، أداء اللي هو يعني متصنع وبشكل كبير، أداء متحجر الوجه، أداء مش هيبقى فيه روح تمثيلية كده، إلا إني اتفاجئت بشكل كبير جدا من أدائه في أول حلقتين، ففعلا وصل لي المشاعر. المسلسل دخل من أول حلقتين في الموضوع على طول، ما مهدلكش بأي حاجة خالص، ولا شفنا اي حاجه عن حياته قبل كغير سفاح، ولا عن الدوافع، ولا عن اي حاجه خالص، دخلك في الموضوع على طول. وده ليه يعني نقدر نقول سلاح ذو حدين، اللي هو انت دخلك في القصه مفيش ملل ومفيش اي حوارات واي حاجه وكده، لا، انت دخلك في القصه على طول فعرفت القصه على طول. والنوع الثاني اللي هو السلاح الحد الثاني اللي هو اتاخر زياده في كشف الدافع، فالمفروض انت بتكشف لي الدافع في البدايه على اساس ان انا اقدر ابني تعاطفي مع الشخصية.
الشخصية. يعني أنا حتى الآن شفت واحد انبهرت قبل الأداء التمثيلي وانبهرت بكل حاجة، بس حابب اللي أنا أعرف أكتر عنه. طبعا لسه هو حلقتين مسلسل تقريبا 10 حلقات، بس كنت حابب على الأقل تمهد لي إن هو الدفع بتاعه. أي نعم مامته اتسجنت وبسببه في حاجة لسه احنا ما نعرفهاش، ممكن يكون سجن مامته، بس برضه عايزين دفع قوي يظهر. لسه الدفع ما ظهرش، بس يعني إيه، ده حاجة احنا المفروض ده من أهم العوامل عشان وأنا قاعد أبقى متعاطف. أنت بتعمل كده ليه؟ إيه اللي وصلك إن أنت كده؟ إيه وصلك تبقى بكمية البرود ده؟ أنا انبهرت بالأداء لكن أنا عايز أعرف إيه الدافع بقى. فإحنا في انتظار الدافع اللي أتمنى يكون قوي وبشكل كبير. طبعا أنا اللي قرأت عن السفاح ولا أعرف أي معلومات عنه، ومش هقرأ ولا أعرف أي معلومات عنه إلا بعد المسلسل، عشان ده يعني ما يقللش بالنسبة لي من قوة وحماسي إن أنا أتفرج على المسلسل أو أحداث المسلسل إنها تتكشف لي واحدة واحدة. باسم سمرة كالعادة بيفاجئنا بأدواره، أدواره المتعددة. باسم مش ماشي في نسق واحد، لا أدواره متعددة. لسه كان عامل مسلسل مع باسم باسل خياط وريهام عبد الغفور، والمسلسل كان رائع وكان دور مختلف تماما عن الدور ده. جينا دلوقتي بدور ضابط شرطة برضو، لسه الأداء بتاعه ما بانش في أول حلقتين، بس يعني إحنا متوقعين إن هو يعني باسل هيبدع في الدور ده، ودي حاجة إحنا متوقعينه منها يعني. على صعيد اخر الموسيقى التصويريه كانت رائعه ودخلتنا في الاجواء المرعبه ودخلتنا في الاجواء بتاعه المسلسل بشكل كبير جدا. اخراج هادي الباجوري اخراج متميز مع كادرات متميزه مع نجاح كبير جدا في اختيار الالوان اللي نقدر نقول الوان هاديه نوعا ما، دخلتنا في المود برضو بشكل كبير. فالموسيقى التصويريه مع الالوان ساعدتنا ان انت قاعد قدام المسلسل قاعد ان انت داخل في المود بشكل كبير جدا ومتحمس ومتشوق في المسلسل بشكل كبير، ودي من اكتر نجاحات يعني اللي شدتني في اول حلقتين من المسلسل. وزي ما قلت الاخراج مع الكادرات التصويريه رائعه جدا من مخرج، يعني نقدر نقول ان هو مخرج متميز هادي الباجوري برضه. فبصراحه المسلسل انا متحمس له بشكل كبير، هيتعرض حلقتين كل جمعه، من الواضح ان احنا قدام حاجه نظيفه، حاجه متميزه، حاجه كويسه. فيعني لو انت ما اتفرجتش على المسلسل انصحك انت تشوف اول حلقتين منه، لان هتشوف انت حاجه شكلها قدام حاجه نظيفه موجوده معانا. ده كل اللي عايز اقوله في حياتنا النهارده. يا ريت لو تعمل لايك وشير للحلقه، ويا ريت لو مش مشترك تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجايه لما تنزل. ما تنساش برضه تتابعنا على انستغرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك، واشوفكم في حلقه جديده باذن الله.